مساء الخير واهلا بيكم في مطبخنا الجديد ويوم جديد. هقول شويه ايميلات وهنشوف مع بعض عشان انا عارفه انه الناس مستنيه الرد على الايميلز بتاعتها. بس انا بحب اوضح حاجه، انا لما قلت لكم ان انا هرد على جميع اسئلتكم هيبقى من خلال البرنامج، مش هينفع ان انا هرد من خلال الايميل لانه ده بيستغرق وقت طويل وما ينفعش ان احنا نعمله. احنا بننتهز الفرصه ونحقق كل رغبات الناس عن طريق البرنامج ده، يعني اي حد عايز طريقه، عايز شغل، عايز حاجه تتعمل بنعملها له في البرنامج وبيشوفها على الموقع نفسه او بيشوفها في المطبخ، وبكده بيبقى الطريقه اسهل من الوصف على الورق. هرد على الايميلات وبعدين نبتدي نشوف الاطباق بتاعتنا. عندي هنا اهو الاخت دينا، الاخت دينا طالبه كنافه نابلسي، هنعمل لها النهارده الكنافه النابلسي وهي بسيطه جدا، يمكن كنا عملناها زمان بس لما هنعملها هتبقى هنشوف بالظبط بتتعمل ازاي. السيده سميره ام ندى من السودان، هي عايزه تعرف مزيد من الكيك والجاتوه والمقادير بس هي عايزه الكوبايه. يا ام ندى معلش سامحيني في موضوع الكوباية، علشان كوبايتك مش زي كوبايتي، مش زي كوباية الآخرين. الكوبايات ممكن جدا يختلف المقدار بتاعها فيطلع لي المكيال مش مظبوط وبالتالي النتيجة ما تبقاش مظبوطة، فمعلش سامحيني ونشتري مكيال من مكاييل الحاجات اللي هي موجودة في الأسواق عشان نقدر نحدد بالظبط الحاجة ونعملها مظبوط. لو التزمنا هنبص لقي نفسنا عملنا الحاجة حلوة قوي قوي. في صديقة اسمها بطوط بطوط عايز تعرف طريقة عمل الديك الرومي المحشي، ان شاء الله برضو هنقدم الكلام ده في البرنامج. دينا عمر عايزة تعرف التشيز كيك ومنين تجيب البسكوت والجبنة، كلها في السوبر ماركت يا دينا الحاجات اللي موجودة، ولو سألتي على الجبنة الكريمة هيقولولك بتاعة التشيز كيك والبسكوت بتاعها برضو. من وسام محمد بتقول ان خطيبها بيحب الاصناف اللي بتعملها منى عامر ومش عايز غيرها ونفسها تسعد خطيبها لما تتجوز، عايزه كتاب او حاجه زي كده، لكن ان شاء الله يا وسام يا ريت تتفرجي علينا هتشوفي ان الموضوع بسيط وممكن جدا تقدري تعملي اللي انت عايزاه. غاده بدر، الاخت غاده بدر بتقول انها عندها طفله عمرها 7 سنين وطفل عمره 11 سنه، الاولاد ما بياكلوش مختلف لكن بيسمنوا وبيعملوا رياضه وفي نفس الوقت ما بيخسوش. انا عايزه اقول يا اخت غاده الموضوع موضوع طبعا في جينات بتشتغل في الموضوع ونوعيات الاكل، زي ما قلت لك ما فيش حاجه اسمها انا عارفه مش هنعمل رجيم ما نحرمش الاولاد، لكن هي عمليه تنظيم. ان شاء الله خلال البرنامج هقول لك تعملي ايه لانه في حاجات كده بسيطه ممكن الواحد يتبعها الولاد ياكلوا ومبسوطين وفي نفس الوقت الواحد الوزن ما بيزيدش. كريستينا فريد اهلا بيك يا كريستينا، ومشكله الخميره اللي هي في العجينه بتقولي انت لما بتستوي بتقع، طبعا ده نتيجه ان انت ما عجنتيش العجينه كافيه. كريستينا المفروض انه طريقه العجن اللي بتطلع الجلوتين في العجينه هي دي اللي بتخلي الحاجه هشه وتفضل هشه مش لما تدخل الفرن ما بتسقطش، فبرضو هنوريكي كل حاجه هتشوفوها ان شاء الله. الحلقه الجايه برضو هرد على مجموعه من الايميلات وكل اللي موجود وكل اللي انتوا طالبينه هيتحقق بس من خلال البرنامج. هنشوف دلوقتي الطبق بتاعنا وهنشوف الاطباق، وظن انتوا عرفتوا ان احنا هنعمل دلوقتي الحلو بتاعنا هيبقى الكنافه النابلسي، لكن الطبق الاساسي بتاعنا هنعمل النهارده طبق ريش على الطريقه التركيه. انا من النهارده ريش بالتتبيله التركي. نشوف المقادير مع بعض، بصلتين كبار، عندي هنا 3 وحدات فلفل حراق، 5 أو 6 فصوص ثوم، ورق لورو، فلفل، معلقه كبيره كمون، كبابه صيني، قرنفل حوالي نص معلقه، وكبابه صيني برده نص معلقه، عندي هنا 4 طماطميات متقشرين ومتشال منهم البذور، دول فلفليتين حمر مشويين وتقشرين، وانتوا عارفين الطريقه بنشوي الفلفل ونحطه نقفل عليه بسران راب او بلاستيك ونسيبه لغايه ما يتكمر بالبخار بتاعه، وبعدين بنقشره وننضفه. وفي زعتر وزيت زيتون، بقدونس حوالي 2 كبار، عندي هنا حوالي 1.5 كيلو ريش بتلو. اللي بعمله ان انا هقطع الطماطم حتت يعني معقوله،
علشان دي هتستوي مع الطبق بتاعنا. بس احنا ايه بنقطع الطماطم قصادكم علشان تعملوا زي ما بيقولوا دي سيدنج للطماطم. بتعملوا ايه؟ بتاخدوا طماطم بعد ما تتقشر بتتقطع اتنين وبنعصرها بخفة كده زي البرتقانة، فده بيخليها تطلع البذور، ويستحسن طبعا ان البذور تطلع عشان اذا خدناها من الناحية الصحية البذور هي المخزن الرئيسي لأي بيستسايد او مبيدات حشرية او الحاجات اللي بتتحط في الزرع. دلوقتي هقطع برضو الفلفل، بشيل هقطعه. اللي ما بيحبش الفلفل ممكن جدا ما يحطوش او يحط فلفل مش حامي. عشان هو طعم الطبق كده الحقيقة. برضو الفلفل ده تجهيز بتاع الفلفل ده في الاخر، هيبقى يعني هنحطه في الاخر علشان هيتحط بعد تمام نضج طبق. ملو هنقطعه كده زي مكعبات. الفلفل ده ظريف برضو، لو عملنا بيه سلطات بيبقى ظريف جدا. وبعدين هنقطع البصل، وبعدين هنقطع الثوم، البصل برضو بيتقطع طنشات رفيعة كده، خلينا نولع البوتاجاز الأول ونحط نحط الحلة. هنقطع باقي البصل، هنحط شوية زيت زيتون حوالي 4 معالق، هناخد الثوم نعمله هرس بسيط كما انتم عارفين الثوم مش هنفرمه جامد لانه اللحمه دي بتاخد شويه وقت، فالثوم بيتهرس او بيستوي بطريقه ظريفه. هروح اول حاجه بعملها بشوح البصل، هنشوحه حوالي 5 دقايق على النار، وبعد كده هنشوف الحاجات اللي بتحصل لو عملناه كده على الهادي ونار هادية. لو دقناه هنلاقي طعم تاني خالص، وده طبعا سر من أسرار الطبخ، لأنه كل إضافة وكل وقت بيقضيه الحاجة أو الخضار أو البصل أو الثوم على النار بيديني طعم مختلف، وهو ده اللي بيميز الأكل عن بعضه. إنه أكل بيقولك عليه أكل مسلوى إنه على بعضه كده وبيتحط يبقى له طعم، لكن نشوح ونحط ونضيف ونعمل ده يدي طعم تاني حتى لو استخدمنا المواد نفسها. طريقة الإعداد بتاخد تيست تاني. هحط الثوم، وزي ما قلتلكم مش لازم يبقى ناعم قوي علشان ده هيستوي كتير. بدأ هو يحمر. دلوقتي التوابل بقى، هنحط ورق اللورو، هنحط
الفلفل الاسود، حوالي معلقة الكمون. والكمون ده انا قلت قبل كده وهعيد، الكمون ده دخل المطبخ التركي من مصر لانه هو حاجة مصرية، لما كان في عندنا الاستعمار التركي خدوا الكمون ودخلوا عندهم. الكبابة الصيني بحطها كده، ممكن نحطها يعني ممكن مفرومة، بس انا بتديني طعم ازرق كده. هنحط الفلفل الحامي، وبعدين احط الريش. دي اصلا الريحة بدأت تبقى جميلة. احط الريش، لو حبيتوا تعملوها باي نوع تاني من اللحوم ممكن، مفيش مشكلة. هنقلب لغاية ما يبتدي اللحمة لونها يتغير. خليني أحضر مية علشان التسوية. طبعا في ناس مرات او في وصفات بص تلاقوا اللحمة وبعدين بيضيف عليها شوربة، انا خلاص ما دام في لحمة هي طبيعي لما هنحط عليها المية هيبقى في شوربة. اهو بدأ لونها يتغير، بقلب. وبعدين كله طبعا الحراق ريحته باينه خالص. وبعدين هحط الطماطم، كل ده خلي بالكم لسه ما حطيتش الملح، الملح هيتظبط بعدين. وبعدين هحط الميه وهحط الملح. بيغلي هتغلي، هنحط الزعتر. وبعد كده هنسيب لغاية حوالي بتاخد المواضيع حوالي ساعة لربع، لانه طبعا حتى لو كانت الريش بتلو السمك بتاعها بياخد وقت. وبعد كده هنشوف الاضافات ايه بس بعد ما نعمل الكنافة. زي ما قلت يا دينا، الكنافة النابلسي هو الطبق الحلو بتاعنا النهاردة، وهي بسيطة جدا. لو جبنا مكوناتها هنشوف مكوناتها مع بعض والمقادير عشان نعرف نعملها. عندي هنا نص كيلو كنافة، وياريت تكون كنافة من اللي بيقولوا عليها الحلواني اللي هي رفيعة قوي، الشعرية دي اللي بيقولوا عليها. هنا هو كيلو إلا ربع جبنة ريكوتا، في عندي 400 جرام زبدة سايحة، وشربات. كلنا بنعرف نعمل الشربات، بس أنا هستأذنكم إن أنا أديلكم هنت بسيط للناس اللي ما بتعرفش تعمل الشربات والشربات يسكر منها. بعد ما بنعمل الشربات وهو على النار بنزود له معلقتين كبار عسل نحل، ده يمنع التسكير بتاع الشربات. زي ما قلت برضو الموضوع بسيط، الكنافة بقطعها، وياريت تبقى الكنافة باردة ما تبقاش سخنة. هقطعها كده زي ما انتم شايفين، ولو حبيتوا تقطعوه بالمقص مفيش مشكلة، لو عندكم مقص مطبخ مفيش اي مشكلة ان احنا نقطعه. وبعدين هجيب الصينية، هحط اول رقة اللي هي القاعدة بتاعتها اللي هي هتبقى الوش اللي الأتراك بيعملوا الكنافة اللي هي السادة بيعملوها على مواقد كده، هو
من فوق النار زي ما الجدات كانوا بيعملوا عندنا، انه الكنافة تتسوى على النار من فوق. احنا المرة دي هنسويها في الفرن علشان تبقى سهل ان احنا نقلبها، وتشوفوا الكنافة شكلها ايه بعد ما تستوي. دي اسهل طريقة. في ناس بتحط الزبدة عليها وتقعد تفرك فيها وتدعكها، يستحسن ان احنا نعملها بالطريقة دي. دي بتدينا نتيجة افضل وتحكم احسن. دلوقتي احاول احط شوية كده في النص وعلى الحرف، وهنشتغل بايدينا بقى وهنكبس، يعني ما تخافوش عشان هنشتغل بالزبدة. وطبعا الزبدة لازم، خلونا نقلع الساعة علشان نعرف نشتغل. وبعدين هاجي زبدة السايحة والسخن ما بتبقاش باردة، هرش على الكنافة كده وهستخدم تعبير هنغنغ، معلش، لانه الكنافة لو ما كانتش نسبة الدهون فيها كويسة بتطلع ناشفة مش حلو، لازم يتحط لها الدهون المخصصة ليها. وما نقدرش نقول ان احنا هنحط كميات قليلة، لا، هي كميات كبيرة. اللي مش عايز، ممكن عايز يعملها بالزيت يعملها، بس هي الكنافة لازم تتعمل بزبدة. وبعدين بايدينا بقى هنجيب الجبنة ريكوتا، نحاول نحطها حتت كده حتت كده، توزيع يعني الصينية. الجبنة ريكوتا دي ظريفة جدا، انا شخصيا مرات بحب اكلها كده، بحب الجبن عموما اللي ملحها قليل وتبقى طعمها حلو الحقيقة، بتبقى عاملة زي الكريمة. ويا دينا مفيش ابسط من كده، جبنه ريكوتا. جبنه ريكوتا موجوده غالبا، بتبقى موجوده في رمضان، لكن ممكن نلاقيها محلات الالبان اللي هي لسه موجوده دلوقتي في مصر، ممكن نلاقيها فيها. وفي نفس الوقت كل الاحرف لازم تتغطى. طبعا احنا لو شفنا الناس اللي هم بيعملوا الكنافة بيعملوها بسرعة وتمكن، علشان هم برضو ادي العيش لخبازه زي ما انا بقول. ومرات على فكرة انا بروح واجيب من واحد مشهور في مصر، بجيب منه الحلويات الشرقية بتاعته، معرفش يعني سبحان الله الحاجات الناس المحلات الكبيرة هنا هو بتعملها حلوة قوي قوي، كويس الحمد لله انه حتى الحاجات الشام بتعمل حلو هنا هو. يقال انه اصحاب المحلات دي بتبقى اصلا شام شوام، لكن العمال المصريين، فاحنا بنحييهم على المجهود اللي بيعملوه، لانه بصراحة الحاجات بتبقى كويسة والكواليتي بتاعتها كويسة. هكبس كده. وبعدين واخدين بالكم لو حبيتوا تحطوا كمية اقل حطوا كمية اقل، مفيش مشكلة، بس انا شخصيا هي حلاوتها في كده ان الكنافة تبقى قليلة لكن الجبنة كتير. الزبدة بوزعها كله، لازم يتوزع، وهحطها في الفرن. الفرن لازم تبقى سخنة علشان تستوي بسرعة، لانه الفرن لو باردة برضو. في واحدة اخت طلبت الفكرة من انه ليه كنافة لما بتحطها في الفرن بتنشف، عشان الفرن بتبقى باردة والكلام ده بينشف الكنافة، لازم الفرن تبقى سخنة قوي عشان تستوي بسرعة. في بواقي الزبدة اللي هي الالبان اللي فاضلة او الحاجات السوائل اللي بتبقى في الزبدة ما برميهاش، هحطها. وبعدين ممكن اعمل كده برضو واحطها في الفرن، هتاخد حوالي نص ساعة وبعدين نشوف هنعمل ايه.
دلوقتي الإضافات على الطبق بتاعنا. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو الريش خلاص استوت خالص. اخر حاجة هعملها بحط بقدونس واحط الفلفل الاحمر اللي انا قشرته وشلت منه البذور، وهعمل التقليبة الاخيرة اللي هي في الصوص حوالي دقيقتين كده لغاية ما طعم الفلفل والبقدونس حلو قوي قوي. وزي ما قلتلكوا دي تنفع طبق من اطباق الرمضانية الجميلة اللي ممكن تاكل، بتتاكل مع الرز الابيض طبعا. دلوقتي هغرفها اللي بعمله بطلع الريش الاول واحدة واحدة كده الريش بقى استوت بطريقة جميلة جدا تخلي الواحد عايز يعني رمضان طبعا وعايزين ناكل. كفاية كده اهو. وبعدين هنضف الطبق كده عشان يبقى شكله نظيف. زي ما قلت لكم بيتاكل الطبق ده مع رز ابيض. غرفنا الطبق واحنا مستنيين لغايه ما الكنافه تستوي وهنطلعها ونقدم. هنشوف الكنافه خلاص استوت. وزي ما قلت لكم هي بتبقى الفكره كلها من تحت طبعا. هناخدها ونبتدي وهي سخنة هنحط عليها الشربات البارد. سامعين الصوت؟ هو ده المفروض يبقى. بحط شوية الأول وبعدين لما هقلبها هحط شوية على الوش. في ناس بتحط الكنافة بعد ما بتشربها بالشربات بتحطها تاني في الفرن، ده بيخلي الكنافة تنشف كمان، مفيش داعي. نحاول دلوقتي نقلبها. كويس انها ما جاتش علينا. خلينا نمسح هنا او نجيبها هنا عشان تشوفوا الكنافه النابلسي. دلوقتي شويه من الشربات برضو على الوش. اللي بيقولوا عليه القطر في البلاد العربيه، زي قلت قبل كده انا القطر هو الشراب السكري او القطر اللي هو قطر الندى، الندى اللي بيطلع من في الصبح على الشجيرات. زي ما شفتوا قدمنا لكم الطبق التركي اللي انتوا شفتوه وقطعا حسيتوا قد كده طعمه هيبقى جميل.
والكنافة النابلسي مخصوص لدينا، وإن شاء الله في كل حلقة هنحقق كل الطلبات اللي موجودة في الإيميلز من الأطباق اللي الناس كلها بتطلبها، وأراكم إن شاء الله في